اديك كرامه ثانيه ما بتصدقها برضو. شيخ اسمه ذاك اسمه مين الدنقلاوي ده قال خليل الرومي ده كتاب طبقات والضيف الله ومبرام قالوا كده عمل لهم شنو لانه قال لك اولياء سودانيين قال اصله دنقلاوي جابري تعبد في الصعيد وسكن سركم سركم دي انا ما بعرفها المهم جبت لك الشغلانيه بضباناتها لانه دي لازم نجيبها لك قال فقال ومن كراماته انه جاءوا واحد قال لي الشيخ شردت لي خادم دي كمان اصعب من الاولى دي قال لي وهذا شنو قال لي اسال الله ان يردها لي هنا دي ما فيها شيء تقول لي زول مش شيوعي ولا كوز ولا كده كوز دعوته ما مستجابه لانه بكون اكل غنم يداك وقروش الاتحاد وكده ده ما تمشي لهم ولا لواحد حزب امه ولا بعثي ولا كده ديل ما تمشي لهم امشي لاي زول مسلم وما شرط يكون ما عنده معصيه قد يكون عنده معصيه صاحبك في الداخليه زول بيصلي وعقيدته كويسه وقد يكون عنده معصيه بس قول له صلي الله ما في حاجه لانه ما من شرط الولي يكون معصوم لانه لو قلت من شرطه يكون معصوم معناه بقيته نبي المهم قال له واسال لي الله قال له كويس لكن عندي شرط الشرط شنو قال له تجيب قال له تجيب ديكا خصيا وبصله وبرمة مريسة قال فذهب فجاب اثنين برمة مريسة وبصلتين وديكين خصيين المريسة ممكن يجيبها لو ما قدر بيعمل تجربة بتاعت إيثانول فهمت؟ ما البصلتين قعدات كتار لكن دي خصي ده وين؟ دي مش أصعب من بتاعة المطرة يا ناس في خروف وفي بني آدم وفي بتاع لكن دي خصي كيف؟ فهمت؟ لكن انت كصوفي بتأمن انه في دي خصي وفار عاق والدين وفي قعونجة طرشة وفهمت وسحلية عزبة ده كله بتؤمن به وما صوفي فهمت؟ يقول لك لا تقول أبدا لما لا تعترض فتنطرد دي القاعدة الصوفية بقيت كده ده كده أنت أحسن زول عشان كده والله أنا أقول لك بصراحة جدا تبقى بتاع بنجو في الجماعة اللي بيقول لك أنا شايفة كوين ديل تبقى زي ده وإن كان ده حرام وما بيجوز وكبيرة من الكبائر ودع عليه وعيد إنه تنزل فيك آيات الخمر من أن من شرب الخمر شرب يوم القيامة من طينة الخبال وغيرها من الوعيد لكن ده بكون أقل سوءا من الفكدة الفكيل قاعد وجاري سبحة ويرقد ليك الخيرة وغيرها من المسائل المحرمة والشركية التي تمارس في هذا البلد الذي يسمى في السودان وصية القحطاني بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.